برا لتيتان هي من أكبر حفريات الديناصورات في العالم. ففي أي دولة عربية تم اكتشافه؟ مصر. في الواحات البحرية. إجابة صحيحة. بيعود للعصر الطباشيري، موجود في المتحف الجيولوجي المصري في زهراء المعادي. وزن الديناصور ده من 70 لـ80 طن، وطول الديناصور حوالي 28 متر. حسن عروس عشانات 60 جامعة اسكندرية، 35 جامعة عين شمس.